الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحافظة أربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. كما ارتفعت أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 147,800 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، والشراء بواقع 147,200 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إحالة الآلاف من المشاريع في بغداد والمحافظات إلى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية. وقال مدير دائرة العمل في الوزارة رائد باهض إن اللجان التفتيشية أحالت 3,000 مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قوانين العمل بتشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة إقامتهم في البلاد. وكشف باهض عن تسجيل 1,600,000 عراقي عاطل عن العمل فقط في قاعدة بيانات الوزارة، لافتا إلى عدم وجود إحصائية رسمية لأعداد العمال الأجانب في البلاد. تدرس وزارة النقل في العراق إحالة مشروع شبكة سكة حديد الفاو في شخابور للاستثمار ضمن خطة للربط السككي مع دول الجوار. وقال مدير شركة سكك الحديد طالب الحسيني إن المشروع سيمتد من مدينة الفاو نحو منطقة في شخابور في محافظة دهوك، ومن ثم تركيا لربط قارة آسيا بأوروبا. وأضاف الحسيني أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريعها من خلال المنح الدولية أو القروض، لأن المبالغ المخصصة غير كافية لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تتطلب موازنات خاصة. وافق بنك الاستثمار الأوروبي على منح قروض للقطاع الخاص الفلسطيني، بعضها يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كونفون إن القروض تهدف إلى المساعدة في تشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا إنه يأمل في أن تضخ القروض بالفعل في القطاع المصرفي الفلسطيني وتنعكس على اللاعبين الاقتصاديين المختلفين، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني واجه تحديا مزدوجا من خلال الوباء. قال صندوق النقد الدولي إنه حصل على تعهدات تمويلية دولية كافية تسمح له بتقديم تخفيف للديون المستحقة على السودان. وذكر الصندوق أن أكثر من 100 دولة من أعضائه قدمت تمويلاً مجمعاً يزيد على 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وسيمكن هذا التمويل من تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد، ويسمح بتوفير تمويل جديد منه للخرطوم، ويسهل استفادتها من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها من إعفاءات الديون. ختام الموجز، إلى اللقاء.